ازيكم؟ هو ايه الفرق ما بين نظام اللو كارب ونظام اللو فات، ومين فيهم احسن ونتائجه افضل؟ طيب لو فرضنا ان احنا بناكل طبق للغدا، انا عايزه الطبق ده يبقى 30% منه كاربس او اقل، والباقي كله ما بين فات صحيه وما بين بروتين قد الدنيا، تمام كده؟ ده يكون لو كارب روتين. طيب اللو فات ده معناه ايه؟ انا هحط ايه؟ هحط حبه فات صحيه قد كده، ومن 60-70% كاربس، والباقي بروتين. طيب مين فيهم احسن؟ الاثنين كويسين والاثنين هيخسسوك طالما ما عندكش مقاومه انسولين وصحتك تمام. انا بفضل ايه؟ انا بفضل اللو كارب. بطبيعه اكلنا احنا كمصريين وكعرب احنا بنموت في الكارب زي عينينا، فهتلاقينا دايما عندنا بطاطس وعندنا رز ومكرونات وباستا وحاجات كتيره قوي وعيش. لما اقلل منها ده معناه ان انا هغير من سيستم اكلي، فده هيخليني اخس اسرع. الفاتس اللو فاتس واللو كارب الاثنين مفيدين والاثنين تمام، بس انا بفضل اكتر اللو كارب.